السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة. الرسالة هتشوفها في اي وقت، هي لك مدام جت قدام عينيك لازم بيكون فيها رسالة لك، حتى لو كلمة او جملة في الرسالة. اسمع رسالتك وركز في كل كلمة. ورسالة النهاردة بتيجي الرسالة للزوهريين. الرسالة دي بتدل ان اللي بيسمع الفيديو ده في منهم زوهريين كتير، لو بيروا الاحلام اللي هقول عليها دي دلوقتي دي بيشوفها الزوهري باستمرار، يعني مش عكس الانسان الروحاني العادي او الانسان العادي ممكن يشوف الحلم ده كده مرة او مرة كل شهر او مرة كل اسبوع، ولكن الاحلام اللي هتكلم عليها دي دلوقتي بيمتلكها الزوهري على طول، يعني دايما بيشوفها في مناماته. وملحوظة ليكم يا جماعة، يعني لو انت زوهري الدم او زوهري رباني من اللي مكتوب عليهم على ايديهم اسماء الله او اسم محمد، او مثلا انت زوهري كشافة حسب نوع الزوهرية اللي انت فيها بقى، دي حاجة ترجع لك انت وترجع لي الحاجات الربانية اللي ربنا حاططها فيك. ولكن لو انت زوهري ومش روحاني فانت الزوهرية بتاعتك بتكون ضعيفة جدا وما بتقدرش تفيد بيها الناس ولا حتى تفيد بيها نفسك، بل بالعكس بتبقى مبتلى باستمرار وبتبقى عندك عراقيل باستمرار وبتبقى عندك ابتلاءات سريعة، لانك ايه الزوهري له من القرآن الكريم ما يحصنه ولازم تستخدمه كويس جدا. فانت لازم تكون روحاني، يعني لازم انك تتخذ اوراد وتتخذ القرآن الكريم ده ربيع لقلبك، يعني دايما تقرأ في القرآن علشان خاطر زوهريتك دي تتنشط وتقدر تفيد بيها نفسك وغيرك وتشيل بيها كمان الابتلاءات دي عن نفسك، لان دايما الزوهري مصاب بالشياطين من الجن والعياذ بالله ومن الانس، دايما بيحاربوه لانه عارفين انه لو تمكن من تفعيل زوهريته لقضى عليهم تماما، ده طبعا برضا ربنا عليه وانه وهبه شيء زي ده. فلازم يكون روحاني، يعني لازم يتجه لطريق الله والقرآن الكريم ويتجه للأوراد علشان يقدر يحصن نفسه كويس جدا، ولازم يتخذ البقرة وآل عمران ورد يومي في حياته، ما ينفعش ان هم يتقطعوا ابدا لان هم حصنوا المحصن للزوهريين علشان ما يحصلش اي تدخل شيطاني معاه او يخربوا له حياته. والقدرات الروحانية هي العامل المشترك بين الزوهريين والروحانيين، واذا انت كنت عايز تبقى روحاني لازم تكتسبها بالعبادات وبالتسبيح وبالاوراد، تكتسب الروحانية اللي معاك صح. ولكن الزوهرية ما ينفعش ان الانسان يكتسبها من ورد او من يعني قراءة القرآن او كده، لا هي بتولد مع الانسان او بيرثها، بيكون زوهري دم او سبحان الله بتيجي عن طريق النجم بتاعه، بيكون في علامات واشارات بتدل ان الانسان ده زوهري، وطالما زوهري بيكون ليه رسالة قوية جدا في الحياة، مش اي رسالة كمان بيأديها، ده بيكون جهاد في سبيل الله وهو الانسان الزوهري. فعلشان يقدر يحارب القبائل والعشائر اللي بتجيله من الجن والمحاربات دي كلها، لازم يتحصن بالقرآن ويكتسب روحانية بالأوراد والعبادات. ونبدأ في الأحلام والحاجات اللي بيشوفها الزوهري الحقيقي. أول حاجة، جميع أحلام الزوهري بتكون على الناس مجهولة في أحلامه، يعني بتكون الحلم لما بيشوف ناس أشخاص يعني ما يعرفهاش في الأحلام، ده جميع أحلامه على كده، يعني نادر جدا لما يشوف ناس يعرفها في الأحلام، ولكن دايما بيحلم بأشخاص مجهولة، ده أول حلم. وده بيكون بداية لتفعيل الزوهرية عند الزهري لما بيبتدي يشوف في مناماته ناس ما يعرفهاش، وده بيبقى حاجة قوية جدا بداية لتفعيل الزوهرية. تاني حلم هو انك ممكن تحلم
بأحداث بتدور جوه أحلام تانية، يعني بتربط حلمين في بعض. يعني مثلا انك بتحلم في المنام انك رايح تشتري شيء من مكان معين، شفت المكان ده وشفت مواصفاته وشفت عنوانه فين بالظبط. تيجي بعد فترة تحلم حلم تاني انك انت بتوصف لواحد انه يشتري نفس الحاجة اللي انت اشتريتها، وبتوصف له المكان اللي انت شفته بدقة عالية، وبتقول له المكان في الحتة الفلانية، وبتقول له العنوان والطريقة والحاجة اللي انت اشتريتها من المكان ده. حلم في يوم وحلم في يوم تاني خالص، ولكن الحلمين ارتبطوا ببعض، دخلت احداثهم مع بعض، وكأنك عايش في احلام تانية او في واقع تاني غير واقعك. يعني بتحس ان انت في عالم تاني اول ما بتنام بتدخل فيه، فبتكمل اللي انت وقفته. يعني بيبقى وعيك كامل لدرجة انك في المنام بتربط بين الحلم اللي فات والحلم اللي جاي، وعارف المكان وبتوصفه بنفس الدقة العالية، كأنك عايش في واقعهم هما مش في واقعك انت. والحلم اللي بعد كده هو دايما انه بيحلم بانه بيحارب الجن او بيحارب الحاجات الخفية، ودايما بيظهر ليهم الحاجات دي بانها اشكال مخيفة او ناس ما يعرفهاش، او برضو يحارب زي اطياف او حاجات زي كده سمراء، حاجات سودة. فدايما بيظهر له الحاجات دي في المنام ومحاربة الجن باستمرار، وده طبيعي لان دي معركتك في الحياة اصلا. يعني الانسان الزوهري ليه معارك مع الجن خفية، ومش هيكتشفها الا لما تتفعل زوهريته باتقان. وطبعا انتوا عارفين الزوهرية ما بتتفعلش الا بكثرة الذكر يا جماعة، مفيش حد يقدر يقولك انا افعل لك الزوهرية، لا، افضل اقرأ القرآن ده يوميا في حياتك، ما تبطلش القرآن ابدا، ما تبطلش سورة البقرة وآل عمران، وزوهريتك هتتفعل باذن الله تلقائي من عند الله، انت بتذكر ربنا لله. كمان بيكون في الحلم ساعات بيحس دايما انه بيهرب من شيء مخيف، لكن مش قادر يشوفه، هو لسه نور البصيرة ما فتحش عنده لدرجة انه يشوفهم. فبيبقى من فترة يحلم احلام ان حاجات بتجري وراه وهو خايف منها فعلا، لكن مش قادر يكتشف ايه هي نوع الشيء اللي بيجري وراه، لكن هو عارف من جواه وقلبه حاسس في المنام ان ده شيء مخيف وشيء وحش. وفي المنام ده الزوهري لازم بيتغلب على الشيء اللي بيجري وراه ده، او بيحاول انه يخوفه او يرعبه، اما انه بيكون قوي وبيقرأ ايات قرآنية في المنام فالشيء ده بيبعد من تلقاء نفسه وهو اللي بيخاف منه، اما انه هو بيقدر يستخبى منهم او يهرب منهم بقدر الامكان، ما بيقدروش يطلوه. يعني ما بيكونش خايف ويفضل يردد آيات من القرآن الكريم أو ساعات أسماء من أسماء الله الحسنى، لأن ربنا بيكون مديله موهبة عالية. بس لو هو داخل شوية في القرآن الكريم فبيبقى قوي بالنسبة لهم، أما لو هو لسه زوهري ضعيف وما عندوش روحانية أو ما عندوش قدرة بالقرآن الكريم إنه يتغلب عليهم، فبيهرب منهم في المنام بمساعدة ربنا طبعا، إنه بيخليه يتغلب عليهم ويهرب عشان ما يقدروش يطلوه في المنام. والحلم اللي بعد كده انه ممكن يحلم انه دايما في اماكن مجهولة، يعني اماكن ما راحش قبل كده. كمان بيحلم انه شاف الاماكن اللي هي قاعد فيها دي اماكن طبيعية كان بيشوفها في الحياة الواقعية، لكن بيشوفها متغيرة عن مكان شايفها، يعني فيها تغيرات، فيها حاجات مختلفة عن مكان بيشوفها. كمان من الأحلام اللي بيشوفها الزوهري في مناماته بتكون أماكن مجهولة، إما بيشوفه عن طريق حلمه كأنه طاير في منامه وبيروح لأماكن ما يعرفهاش، وبيشوف يطلع لعالم النجوم، يروح للكعبة، يروح لأماكن ما زرهاش قبل كده في حياته. وإما إنه بيجيله إسقاط نجمي حقيقي، يعني بيحس إنه مختنق وقت نومه وأكن روحه بتطلع، وبعدين بيحس براحة وبيحس انه انفصل عن جسده الطبيعي. وطبعا بيلاقي نفسه بيتجول في اماكن تانية خالص، سبحان الله بيبقى عارف انه جسده في البيت نايم وان روحه هي اللي بتتجول، يعني بيكون على وعي كامل ان ده روحه انفصلت عن جسمه وده اسقاط نجمي، وهو دلوقتي كأنه في عالم الاحلام، ولكنه واعي ان روحه هي اللي بتتجول وجسمه نايم في البيت.
بيكون على وعي انه ممكن يكون في حلم، وبيبقى مثلا عقله بي بي بيخليه يقول ان مثلا انا عايز اصحى دلوقتي، فبيصحى انا عايز اعرف الشيء ده قبل ما اقوم من النوم، بعارف انه هو في منام ويقوم سبحان الله. فوعيه الكامل بيحس انه داخل منام، مش بيحس انه ان دي حاجة حقيقية بتحصل له، لكن هو بيبقى عارف وواثق ان ده منام وهيصحى منه. لكن وعيه الكامل بيدله انه يقدر يصحى من المنام امتى، ويقدر انه يكمل المنام امتى. وغالبا الاسقاط النجمي ما بياخدش اكتر من دقايق في المنام، يعني بيبقى مدته قصيرة جدا، فبيبقى الروحاني عارف انه هيقدر يصحى من المنام ده بعد فترة قصيرة، فبيبقى عايز يعرف اكتر من معلومة قبل ما يقوم من المنام. خلي بالكم ان ده الزوهري اللي بيبقى عنده روحانيات عالية، لانه لازم يكتسب روحانيات. اي زوهري من اي نوع لازم يكتسب روحانيات عشان يقدر يفعل زوهريته، ويقدر كمان انه يبتعد عن المحاربات من الجن. كمان في حلم كمان وهو الطيران. لو انت دايما بتحلم انك دايما بتطير او بترتفع عن الارض للسماء، بتكون لك زوهرية عالية. وطبعا كل ما روحانيتك بتقل، كل ما بيتقل الطيران في المنام. يعني مثلا روحانية قليلة بتطير الحبة صغيرين وترجع تنزل، بتطير قبل السماء وتروح نازل تاني. إنما لو كل ما الروحانية بتاعتك بتعلى وإنت زوهري، بتوصل لعنان السماء والكواكب والنجوم والفضاء، وتتجول من بلد لبلد سبحان الله وإنت طاير. وده كله علو شأن وعلو مكانة في الدين وعلو روحانيات وزوهرية. كمان في منام انك ممكن تحلم بالممثلين او الناس الشهيرة، ولكن كأنهم ناس عاديين. يعني مثلا بتحلم بممثل معين او بشخصية معينة معروفة، وانت بتسألها في المنام انت كذا، فبيقولك لا انا مش ده، مع انك شايفه بشكله، لكن بيجيلك باسم تاني وشخص تاني، لكن انت شايفه ان هو ده الممثل الفلان او الممثلة الفلانية او الاعلامية الفلانية، ولكن بيجيلك هو بيقولك انا مش هو ده. وده بيدل على انك بتتنقل روحك الى عوالم اخرى. لازم انك تكتشف ايه هي العوالم دي في مناماتك. كمان رؤية انك دايما تشوف يوم القيامة، او تشوف الاهوال بتاعتها، او تشوف حاجات من التعذيب او انقلابات الدنيا. دي برضو حاجات كتيرة بتحصل للزوهريين. والحلم المشابه للي قلته في الاول هو حلم صعودك للفضاء، وانك بتشوف نفسك بين الكواكب والنجوم، وغالبا بتكون منتمي للعائلة النجمية في هذا الوقت. يعني زوهري كمان نجمي. فاعلم انك كده لو انت شفت اي حلم من الاحلام دي، بتكون انت زوهري اكيد، ولكن زوهري روحاني، ولازم تفضل على قراءة القرآن ليكون لك حصن دائم من الشيطان الرجيم. انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.